بهالفيديو في كل المعلومات اللي تحتاج تعرفها عن طور الزومبي بكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور. نزل اعلان زومبي من يومين، سويت بث مباشر وكان اعلى بث مباشر من ناحيه المشاهدات بتاريخ القناه. الله يعطيكم العافيه جميعا. فبهالفيديو راح اتكلم عن قصه الزومبي ببلاك اوبس كولد وور، راح اتكلم عن الماب الاول، راح نتكلم عن سامانثا البنت الكبيره اللي شفناها بالاعلان، هي سامانثا، وراح نتكلم على الجيم بلاي. ففيديو فيه كل المعلومات اللي تحتاج تعرفها واتمنى انه يعجبكم. فيلا خلينا نبدا. الفيديو راح يكون مقسم لقسمين، القسم الاول راح نتكلم فيه عن القصه وقصه الماب وسامانثا والشخصيات وهالكلام كله، والقسم الثاني راح نتكلم فيه عن الجيم بلاي، الاسلحه، البركات. فشوف الفيديو نفسه راح تلاقيه مقسم لقسمين باليوتيوب نفسه، قسم بتكلم فيه عن القصه والقسم الثاني بتكلم فيه عن الجيم بلاي ونظام اللعب الجديد في الزومبيز. طيب قبل لا نبدا نتكلم باي شيء، خلينا نتكلم على الاشياء الخرافيه اللي راح تكون مدعومه بالزومبي ولاول مره. لاول مره الزومبي راح يكون كروس بلاي، ففينك تلعب بلاي ستيشن مع اكس بوكس مع بي سي، راح يكون كروس جن، فينك تلعب بلاي ستيشن 4 مع بلاي ستيشن 5 او العكس، وراح يكون كروس بروجريشن اللي هو لو وصلت ليفل معين مثلا على البلاي ستيشن بعدين فتحت البي سي راح تلاقي نفس الليفل نفس الاشياء اللي فاتحها. كل الدي ال سيات والسيزون باس ومابات الزومبي راح تكون ببلاش، كل عليك تسويه انك تشتري اللعبه فقط، بعدين ما في داعي تشتري اي شيء غير الباتل باس عشان تاخذ شويه سكنات. وعلى سيره الباتل باس، فحاليا الزومبي راح يلفل لك الباتل باس، هذا الشيء كان كثير ناس عم يطالبوه ببلاك اوبس 4 انه ليش الزومبي ما يلفل لك الباتل باس. فحاليا لو اشتريت الباتل باس وعم تلعب زومبي فراح يزيد ليفل الباتل باس كل ما تلعب زومبي. واكثر تعديل حبيته الصراحه انه حاليا الملتي بلاير والزومبي والور زون صار كله ليفل واحد، يعني بس تلعب زومبي ليفل وبعدين تروح على الملتي بلاير راح تلاقي نفس ليفلك زاد. لما تطلع اتاتشمنت للسلاح بالملتي بلاير وتروح على الزومبي راح تلاقي الاتاتشمنت مفتوحين. فخلنا نقول انه بس نزلت اللعبه ما لعبت الا زومبي لشهر كامل، بعدين بعد شهر قررت تروح وتلعب ملتي بلاير، بس تروح على الملتي بلاير راح تلاقي ليفلك عالي وراح تلاقي اتاتشمنت الاسلحه مفتوحين عندك لانك انت قاعد تلفل بالزومبي، هالشيء جدا خرافي. واخر شيء حاب اقوله قبل ابدا بالتحليل، اني سويت من فتره فيديو كان عنوانه زومبي بلاك اوبس كولد وور تسرب بالكامل، كل المعلومات اللي ذكرتها بهذاك الفيديو طلعت صحيحه بالكامل. فعليا يعني رح تشوفوا حاليا بالتحليل كل المعلومات لا صحيحه، ومن ضمنها انه في ديد اوبس اركيد 3. شركه رايك نفسها على تويتر قالوا انه راح يكون في ديد اوبس اركيد اللي هو كان موجود ببلاك اوبس 3 وببلاك اوبس 1. طيب خلينا نبدا اول شيء عن قصه الزومبي ببلاك اوبس كولد وور. القصه راح تكون بالدارك ايثر او الايثر المظلم، شيء جدا مجنون، والله ما كنت متوقع ابدا انه نشوف قصه بالدارك ايثر. كنت دائما اسمع ناس متمنين انه قصه الزومبي تروح على الدارك ايثر، وكنت اقول لا وين، مستحيل يسوي هالشيء. وصراحه جدا تفاجات بس الشركه اعلنوا رسميا على تويتر انه A New Dark Aether Story Will Begin، شيء جدا مجنون. كريغ هيوستن اللي هو كاتب قصص الزومبي حكى انه بنهايه تاك جير اند توتن الشخصيات سكروا كل ابعاد الزمنيه الثانيه، ما خلوا الا عالم واحد او بعد زمني واحد راحوا عليه ريكتوفن وسامانثا الصغار، وهالعالم هو خلص الوحيد الكويس اللي ما فيه اي مشاكل، ما فيه اي زومبي، ما فيه ابوثيكن، وما فيه العنصر 115. وكان لازم عشان يسووا هالشيء لازم يضحوا بنفسهم، مشان هيك نيكولاي وقت حط السم وقتل الكل واخلى سامانثا اخر شيء تقتله. حكى الكلام كريغ هيوستن كاتب قصة الزومبي وحكى اخر شيء they were half right، او يعني نوعا ما حققوا 100% اللي كانوا بتمنوا يسووه. فاظن قصده انه فعليا سكننا كل العوالم، كل ابعاد الزمنية الثانية، ما ضل عنا الا عالم واحد راحوا عليه سامانثا وايدي او سامانثا روكتوفن الصغار. فهذا الجزء كان فعلا محق فيه نيكولاي وما ضل الا عالم واحد، بس الجزء اللي ما كان فيه محق انه هذا العالم الواحد ما هو عالم كويس، ما هو عالم والله ما فيه اي زومبي، لا بالعكس هالعالم فيه زومبي ومو اي زومبي، هالعالم متاثر من الدارك ايثر او الايثر المظلم. مابات الزومبي قبل هيك كانت كلها بالايثر، هذا الدارك ايثر اخطر بألف مره من اي زومبي شفناه قبل هيك. واللي بخلينا نتاكد من هالكلام اكثر، شفتوا البنت اللي شفناها ببدايه الكاتسين؟ هالبنت هي سامانثا، اي فعليا سامانثا اللي نعرفها كلنا بقصه الزومبي هي سامانثا الكبيره. في اكثر من دليل، اول شيء شخصيه ويفر اللي راح نتكلم عليه بعد شوي، ناداها على التلفون سام اللي هو اسمها سامانثا. الرقم اللي كتبته على التلفون لو بتشوفوا اول حرف من كل رقم راح تشوف انه هالاحرف بتكون كلمه ماكسس اللي هو اسمها سامانثا ماكسس، ابوها الدكتور ماكسس، شيء جدا مجنون ولغز جدا خرافي. وغير هيك بدايه الاعلان او بدايه الكاتسين اللي ضافوه الشركه بتشتغل موسيقى بشكل جدا بسيط، هاي الموسيقى هي موسيقى سامانثا اللي سمعناها باشكال كثير مختلفه بقصه الزومبي وسمعناها بحل لغز ماب تاكدير اند توتن، فهي شكل جديد من الموسيقى، اسمعوه معي. you
واذا لسه مو مقتنع فهي المانية وعم تحكي باكسنت الماني واسمها سام، وحكت لويفر انه اتس هابينج اجين او شيء قاعد يصير مرة ثانية. فاظن هي مجرد تحرياتي، بس اظن انه سامانثا لما راحت على عالم الجديد اللي ما فيه اي مشاكل، فالسي اي اي او الاستخبارات الامريكية شافوا انه هالولد والبنت في شيء وراهم ما هم طبيعيين 100%. فسامانثا حكت لهم عن الزومبي وكل شيء صار والابعاد وهيك، بس اكيد ما صدقوها لانه بعالمهم ما في اي شيء من الكلام. فحاليا شفنا انه سامانثا ارسلت شريط فيديو كدليل لويفر اللي هو كابتن بالسي اي اي اثبات انه الزومبي موجودين وهالتجارب كلها موجوده، وحكت له اتس هابينج اجين انه الشيء هذا قاعد ينعاد مره ثانيه. هي وصغيره متذكره عن الزومبي ومتذكره هالاشياء كلها بس هم ما يعرفوا. فحاليا جابت لويفر بالسي اي اي شريط فيديو دليل انه الزومبي موجودين، وحكت له اتس هابينج اجين الشيء قاعد ينعاد، الشيء اللي شفته بطفولتي عم بيصير بهالعالم. طبعا هالكلام كله من تحرياتي، ممكن الكلام اللي حكيته كله من شوي عن السي اي اي وشريط الفيديو كذا يكون شيء ما له اي علاقه وتكون قصه ثانيه كليا، بس الشيء المؤكد انه هي سامانثا. فاذا سامانثا موجوده بهالعالم وهي وكبيره، فهذا معناته انه ريكتوفن كمان موجود بهالعالم هو وكبير. وناس عم بيحكوا انه في واحد طلع بلقطه جدا بسيطه بالاعلان جنب سامانثا بيحكوا انه ممكن هذا ريكتوفن، لانه هذا الشخص نفسه بعدين راح وركب سياره وصار يلاحق سامانثا. وفي احتمال جدا بسيط انه هي سامانثا ما هي نفسها اللي شفناها بتاجدر انتوتن، هي سامانثا خلينا نقول التيمس وهديك سامانثا بريمس، انه هي نسخه ثانيه عن سامانثا الكبيره بعالم ثاني. بصراحه اشوف هالاحتمال مستبعد، لانه بنهايه تاجدر انتوتن سكرنا كل عوالم الثاني. بعدين كريك هيوستن كاتب قصة الزومبي قال انه خلاص اللي صار بتاك دير انتوتن صار، ما راح يصير كلام اللي نرجع بالزمن ونعيد الاحداث، خلاص اللي صار بتاك دير انتوتن صار. بس لا تتفاجئوا اذا بعض الاشخاص ما رضوا يضلوا ميتين، فنحن بنهايه تاك دير انتوتن ودينا كل شيء على الدارك ايثر اللي هو يساوي الموت بقصة الزومبي، ودينا الشخصيات الكبيره التيمس، شخصيات الصغيره بريمس، شخصيات فيكتس اللي هم شخصيات ترانزيت، ودينا شادو مان ودكتور مونتي وابوثيكين وكل شيء للدارك ايثر. فقال لا نتفاجئ اذا بعض الاشياء رفضت ان تضل ميتة. فمين قصده بهالكلام؟ ما قصده بريمس ولا التيمس ولا شخصيات ترانزيت، لانه هو قال بنهايه بلاك اوبس 4 انه خلاص ما راح نشوفه مره ثانيه. اظن قصده على الشادو مان ودكتور مونتي. اي فعليا دكتور مونتي وشادو مان هم نوع من الجيت كيبرز نوعا ما، واللي شاف فيديو شرح قصه الزومبي راح تعرف انه صارت حرب عظمى بين الجيت كيبرز بقياده دكتور مونتي والابوثيكن بقياده شادو مان، والابوثيكن هم نفسهم جيت كيبر بس كانوا محبوسين بالدارك ايثر لفتره جدا طويله بعد ما خسروا بالحرب الاولى، وبعدين مع الوقت طلعوا من الدارك ايثر واجوا على العالم كابوثيكن، تحولوا للابوثيكن من وراء الشر اللي موجود بالدارك ايثر. فيعني نحن بقصه الزومبي اصلا شفنا قبل انه في كانوا اشخاص بالدارك ايثر وطلعوا منه اللي هم الابوثيكن، فلا نستغرب اذا رجعوا مره ثانيه. وفي لقطه بالاعلان بنشوف فيها انه درج تاجدر انتوتن مكتوب عليه جمله ذا كيرست وان ويل رايز اجين، بالعربي الملعونين سوف ينهضوا مره ثانيه. ومين الملعونين او وين سمعنا كلمه كيرس بقصه الزومبي؟ سمعناها كثير بشادو اوف ايفل من الشادو مان والابوثيكن، فانه الابوثيكن نوعا ما هم الملعونين اللي رح يرجعوا مره ثانيه للعالم. طيب حاليا خلينا نتكلم على الماب الاول اللي هو داي ماشين اللي طلع صح من وراء التسريبات. حكوا انه هذا رح يكون الجزء الاول او فيرست شابتر بالدارك ايثر او الايثر المظلم. الماب رح يكون بالمانيا ورح تكون احداث الماب عام 1982، بس البنكر الموجود تحت الارض اللي رح نشوفه بالماب مبني من الحرب العالميه الثانيه، وكان الاتحاد السوفيتي او الروسيين عم يعملوا تجارب مظلمه فيه، وكان اسم التجارب او الاكسبيرمنت اللي عم يسووها الاتحاد السوفيتي بروجكت اند ستيشن او مشروع المحطة الأخيرة. طبعا الاكسبيرمنت والتجارب المظلمة هاي كلها صارت بالحرب العالمية الثانية من الاتحاد السوفيتي، وحاليا بالثمانينات بالحرب الباردة بصير في سباق بين أمريكا والاتحاد السوفيتي اللي هم الروسيين ليروحوا ويستعملوا هالقوة المظلمة ليفوزوا فيها بالحرب. فسامانثا عندها شريط فيديو من الكي جي بي، الكي جي بي هم نفس السي اي اي أو المخابرات الأمريكية بس كانت تتابع للروسيين أو الاتحاد السوفيتي، فعندها شريط فيديو أرسلها أحد الأصدقاء إلها بالكي جي بي يأثبت على هالتجارب والزومبي والأشياء اللي صارت بالحرب العالمية الثانية. فاخذت هالشريط وبعثته لويفر بالسي اي اي وحكيت له شوف هذا اثبات انه في زومبي وهالتجارب هاي كلها. فويفر اللي هو القائد تبعنا راح يرسل فريق من السي اي اي او التحريات الامريكيه باسم ريكويم، واللي هي الشخصيات اللي راح نلعب فيها. مشان هيك الشخصيات اللي راح نلعب فيها راح تكون اوبريترز من طور المالتي بلاير وطور القصه، لان هم فعليا فقط فريق من السي اي اي مبعوث بقياده ويفر ليكتشف هذاك المكان. الشخصيات نفسها ما هي مهمه، بس ويفر الكابتن تبعنا وسامانثا الشخصيات اللي راح يتكلموا معنا هم الشخصيات المهمه. والعدو تبعنا بهاللعبه راح يكون فريق باسم اوميجا، واللي هم فرقه تابعه للاتحاد السوفيتي او الروسيين بيعملوا تجارب اكسبيرمنت على الماده المظلمه هاي. هدول راح يكونوا الاعداء الاساسيين بالقصه. ادري في عدد جدا كبير تضايق من هالموضوع اللي هو انه الشخصيات اللي راح نلعب فيها راح يكونوا شخصيات عشوائيه اوبريتر من طور القصه والمالتي بلاير، ما هم شخصيات رئيسيه. بس اظن انه هذا الماب بس هيك، او ممكن يكون اكثر من ماب، بس في ماب اللي هو ماب الفيتنام اللي تكلمت عنه بالتسريبات، التسريبات كلها طلعت صحيحه، اللي شاف فيديو التسريبات كلها طلعت صحيحه بالحرف. فبفيديو
فيديو تسريبات قلت انه ماب الفيتنام الشخصيات اللي راح نلعب فيهم راح يكونوا ممثلين مشهورين، نفس شادو اوف ايفل جابوا ممثلين مشهورين، ماب اوف ذا ديد، كول اوف ذا ديد، فنفس الشيء راح يسووه مع ماب الفيتنام. وماب الفيتنام ما هو ماب دي ال سي، لا، ماب الفيتنام راح ينزل مع نزول اللعبه. فاظن انه بعض المابات اللي لها علاقه بويفر والسي اي اي راح نلعب باوبريتر من طور القصه والمالتي بلاير، لانه يعني السي اي اي وما يكون في شخصيات اساسيه بالسي اي اي نحن نختارهم من برا. وبعض المابات نفس ماب الفيتنام لا، في شخصيات اساسيه وشخصيات مهمه ويتكلم. طيب عرفنا انه القصه بالدارك ايثر، فممكن بالماب يكون بالدارك ايثر، او يمكن يعني لما نحل لغز شيء معين ننتقل للدارك ايثر. واظن شفنا هالشيء بالاعلان، بالاعلان بعض لقطات بنشوف انه الماب صار ظلمه، الماب صار بالليل، صار في اشياء بنفسجيه غريبه، صايره شاحنه ودبابات تطير بالهواء، شفنا فيه قنديل بحر قاعد يطير بالجو، اشياء جدا غريبه. فاظن هالاشياء هي كلها هي الدارك ايثر. وبفيديو تسريبات قلت انه راح يكون في هازمه زومبي، اللي هو زومبي اللي لابس بدله محميه نوعا ما، وشفناه بالاعلان، شفناه باخر لقطه. وقلت انه راح نشوف البانزر باسم بايرو بانزر، وراح نشوف تلميح على بروتوس او حارس السجن. اللي طلع انه هدول الوحشين اندمجوا مع بعض، انتم شايفين قدامكم حاليا هذا بروتوس او حارس السجن بس لابس خوذه وبدله البانزر. فاظن لما راحوا على الدارك ايثر اندمجوا مع بعض وبعدين رجعوا ككائن واحد وشكله جدا مخيف. وحكيت بالتسريبات انه حاليا راح نشوف الارنب بدال دبدوب سامانثا، وفعلا شفنا الارنب، شفنا الارنب مرسوم على الحيط، وشفناه مكان بوكس الزومبي الارنب اللي لونه ازرق. وفي معلومه جدا مهمه ما قلتها في فيديو التسريبات، اللي هو انه الارنب بريفيليشن كان لعبه ريكتوفن، فالدبدوب هو لعبه سامانثا الصغيره، وبنشوف انه المابات اللي متحكمه فيها سامانثا وهي تتحكم بالزومبي بنشوف كلها فيها دبدوب، بينما حاليا قاعدين نشوف ارنب، وبريفيليشن شفنا انه ارنب هي لعبه ريكتوفن او ايدي الصغير، فممكن ريكتوفن متحكم بالزومبي، بس استبعد هالشيء نوعا ما، بس يعني نقطه حلوه انكم تفكروا فيها. طيب هيك بنكون خلصنا كلام عن القصه وعن الماب، خلينا نتكلم عن الجيم بلاي ونظام اللعب الجديد. خلينا نبدا اول شيء بمخرج الزومبي الجديد او الدايركتور الجديد اللي اسمه كراكور اللي شايفينه قدامكم حاليا. هذا الشخص راح يكون بديل جيسون بلندل. جيسون بلندل بعد ما جاب العيد مع بلاك اوبس 4 غادر الشركه، وهذا الشخص راح يتولى مكانه. هذا الشخص ساعد بكتابه مابات نفس موب اوف ذا ديد، اورجنس، دير ايسندراخ، ديد سبونوشيما، جوردو كروفي، وريفيليشن. ساعد بكتابه كريك هيوستن قصص هالمابات. وغير هالشيء هذا الشخص ساعد باخراج جميع مابات الزومبي الموجوده ببلاك اوبس 3. المخرج او الدايركتور كان جيسون بلندل، بس هذا فيكم تحكوا كان يعني ثاني اهم شخص بعد جيسون بلندل. وغير هيك هذا الشخص كان له دور جدا كبير بكتابه قصه بلاك اوبس 1. قصه بلاك اوبس 1 كانت جدا خرافيه، واللي ما يحب زومبي بلاك اوبس 4 فارتاحوا، هذا الشخص ما كان له علاقه بزومبي بلاك اوبس 4 ابدا، اخر شيء اشتغل عليه بالزومبي كان بلاك اوبس 3. فاي ها صراحه معلومه خرافيه. اول شيء تكلم عليه بالجيم بلاي انه راح يكون نظام اللعب كلاسيك وذ تويست، انه نفس نظام اللعب المتعودين عليه الكلاسيكي اللي هو نوصل راوندات او في حل لغز، بس راح يكون فيه تويست او اشياء اضافيه، واظن شفنا بالاعلان كثير من هالاشياء الاضافيه. طيب خلينا نتكلم على البركات. على الموقع كتبوا انه في 6 بركات، بس بالاعلان شفنا 5 بركات، شفنا الجاجرناك، شفنا السبيد كولا، شفنا الديد شوت، الكويك ريفايف، وشفنا البيرك الجديد باسم اليمنتال بوب. البيرك الجديد هو بدال التطوير الاضافي ببلاك اوب 3 وبلاك اوبس 4. بلاك اوب 3 و4 لما كنت تطور سلاح اكثر من مره راح يجيك على السلاح تطوير ناري او تطوير كهرباء او تيرند او شيء من الكلام، حاليا هالكلام كله صار بيرك. وعلى صوره البيرك في صوره 5 شخصيات كرتونيه صغيره، فاظن انه حاليا السلاح راح يكون فيه 5 اليمنتال، اظن كهرباء، نار، تيرن، وعاصفه او هوائي، وفاير ووركس نفس بلاك اوب 3 اظن، او ممكن يعملوا اشياء جديده. وفي اشياء حكيتها في فيديو التسريبات اكدت حاليا، اللي هي انه اشكال البيركات حاليا نفس اناني الكولا الحديد مو نفس الازاز، هي اولا. ثانيا انه كل بيرك راح يكون له 4 أو 5 تطويرات تقريبا، بس ما بنعرف شو هي الخاصيات وما بنعرف كيف نطور البيرك، اظن مجرد توقع. نطور البيرك عن طريق انه ندفع فلوس زياده كل شوي، والخاصيات انه اشياء اضافيه، مثلا الجقر لو طورته يصير بدل 4 ضربات 5 ضربات او شيء من هالكلام، بس الى الان ما نعرف اي شيء، بس نعرف انه كل بيرك فينك تطوره اكثر من مره. ولما نشوف بيرك الكويك ريفايف رح نلاقي مكتوب عليه 40 سنت، عاده بيكون مكتوب عليه 10 سنت بس، فاظن انه 40 سنت هي التطوير الرابع للبيرك. ومعلومه اضافيه فينا نعرف وين غرفه البدايه من بيرك الكويك ريفايف، انتم شايفين قدامكم حاليا هي هي غرفه البدايه، وراح نبدا برا بمكان مفتوح وبعدين ننزل تحت الارض بالبنكر. وبالنسبه لبيرك الدبل تاب ما جابوا سيرته، بس اظن نفس التسريبات راح يكون مع الباك بانش نفس بلاك اوبس 4. طيب وحاليا خلينا نتكلم عن الاسلحه. نفس ما حكيت بالتسريب الاسلحه لها الوان، سواء اصفر او ابيض او بنفسجي او ازرق، عشان تعرف اذا السلاح اللي طلع لك نادر او لا. شفنا هالشيء من البوكس، لما تطلع له سلاح الماب من البوكس طلع حوالينه لون اصفر، فراح نعرف انه هذا السلاح نادر جدا. وشفنا كمان الاسلحه اللي نشتريها من الحيط، بعض الاسلحه لونها ابيض والبعض الثاني لونه ازرق وبنفسجي. وكتبوا بالموقع انه رح نشوف نفس السلاح باكثر من لون، يعني سلاح الايكي مثلا عادي تشوف منه لونه اخضر، ازرق، بنفسجي واصفر. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق هو القوه والاتاتشمنت، كل ما كان اللون افضل رح تلاقي على السلاح فيه اتاتشمنت اكثر، وب
وبالتالي رح يكون اقوى اكثر. وحكوا انه لاول مره بتاريخ الزومبي فينك تلعب باي سلاح بالراوندات العاليه، يعني قبل كان اسلحه معينه هي اللي تنفع معك بالراوندات العاليه، حاليا اي سلاح فينك تطوره وتضبطه وتحط له اتاتشمنت ليصير جدا خرافي بالراوندات العاليه. فاظن شفنا هالشيء ببلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4 لما تطور سلاح ويكون عليه اليمنتال ما تفرق قوه السلاح، شو ما كان السلاح سواء عليه اليمنتال راح يذبح لك سواء بالنار او الكهرباء او الهواء. بس اظن هون قصدهم انه لا غير هالاشياء السلاح نفسه راح يكون قوي بالراوندات العاليه مو النار او الكهرباء اللي تطلع منه. وذكر انه حاليا قبل تبدا جيم الزومبي راح تظبط الكلاس او اللود اوت الخاص فيك من برا الجيم. بلاك اوبس 4 كان فيها نوعا ما هالنظام بس هون راح يكون في تفاصيل اكثر. فخلاص ما راح تبدا مسدس البدايه، راح تبدا بالسلاح اللي انت تضبطه من برا وراح تضبط الجن سميث على السلاح اللي هو فينك تحط على السلاح 8 اتاتشمنت تقريبا تبدا بسلاح جدا خرافي. غير هيك في الاكويبمنت اللي بتضبطها من برا، في الليثل والتكتيكال وحسب ما شرحوا على الموقع نفس المالتي بلاير قنابل الفراغ الفلاش الدخان وغيرها. وراح يكون عندك شغله اسمها سبورت اكويبمنت. السبورت اكويبمنت راح تكون واحده من الاشياء الاربعه، يا اما جرنيد لانشر يا اما سنتريجان يا اما اكسلوسيف بو اللي هو السهم متفجر او تشوبر جنر الطياره اللي شفناها بالاعلان. وغير قنابل التكتيكال والليثل وغير السبورت عندنا شيء اسمه فيلد ابجريد. حسب ما فهمت ما هو نفس الفيلد ابجريد اللي شفناه بالمالتي بلاير، كاتبين الفيلد ابجريد بتشحنه عن طريق انك تقتل زومبي، والفيلد ابجريد يا اما بيساعدك على تقتيل الزومبي يا اما فيه خصائص ثانيه نفس الريفايف والهيلينج. فاظن الفيلد ابجريد هم السبيشالست اللي تكلمنا عنهم بفيديو التسريب، لانه فيديو التسريب قلنا فيه اربع اسلحه سبيشالست، ثلاثه منهم شغل تقتيل وواحد منهم شغل ريفايف. هون حكوا في فيلد ابجريد شغل تكتيل وشغل هيلينج وريفايف، فاظن جدا واضحه. وبالتسريب قلنا انه احد اسلحه السبيشالست او الفيلد ابجريد بتطلع مثل عاصفه بتقتل الزومبي، وشفنا هالشيء بالاعلان، شفنا مثل سلاح غريب طلع وعم بيطلع عاصفه تقتل الزومبي. وبالنسبه للعلكات القبل جم او الالكسر ما جابوا عليهم كلام ابدا، بس بفيديو التسريب قلنا انه في الكسر والتسريبات كلها طلعت صحيحه، فاظن راح يكون في الكسر بس ما جابوهم بالاعلان. وحاليا لاول مره فينك تنهي الجيم بالزومبي، قبل متعودين اذا بدك تنهي الجيم يا اما تنتحر وتموت او الزومبي يقتلك او تحل اللغز ويطلع لك جيم اوفر. حاليا فينك تحل اللغز ويطلع لك جيم اوفر وكاتسين نهائي، او فينك لو عم تلعب راوندات ووصلت راوند معين وبدك تنهي الجيم انت واصحابك فينك تنادي هليكوبتر، راح تجيكم هليكوبتر بمكان بعيد واعداد الزومبي راح يصير ضرب 11، راح يصير اعداد الزومبي بشكل جدا كبير، سرعتهم وقوتهم ضرب 11 وراح يكون وضع جدا صعب. بس لو قدرت انك تعديهم توصل للهليكوبتر انت وكل السكواد اللي معك فراح تاخذوا جوائز جدا خرافيه واكس بي مضاعف. فبكل صراحه اشوفه حركه جدا رهيبه. وحاليا بالزومبي في مثل محطه، هالمحطه بتعطيك اي معلومات بدك اياها، خلينا نقول انه مثلا سمعت راديو بالماب وبدك ترجع تسمعه مره ثانيه، بترجع لهالمحطه وبتشغل لك الراديو، هذا حسب ما فهمت. او مثلا شغلت اغنيه الماب وبعدين تبي تشغلها مره ثانيه ترجع لهالمحطه وفينك تشغل الاغنيه، فانه هالمحطه راح تسهل شغل الالغاز بشكل جدا كبير. وحاليا بس تقتل الزومبي راح يطيح لك لوت سواء قنابل او اسلحه او قطع شيلد او غيرها من الاشياء. وشفنا بالاعلان انه في زومبي قاعد يطيح قنبله لونها ازرق، فاظن حاليا خلاص ما في داعي تروح وتلفلف الماب وتدور على قطع الشيلد او قطع لغز معين، بس تقتل الزومبي راح يطيحوا لك هالقطع. وممكن عاملين الميكس، بعض القطع لازم تروح وتدور عليها بالماب وبعض القطع تجيك بس تقتل الزومبي. وشفنا بالماب هالبوكس باكثر من مكان منتشر، بعض الناس حكوا ممكن هالبوكس يعبي لك الامو، بس ما اظن، حكوا بالاعلان او بالريفيل انه الماكس امو والباور اب لسه موجودين، فاظن هالبوكس هو اللي تشتري منه الكل ستريك او اللي تعبي منه القنابل اللي عندك اياها او شيء من الكلام، بس كان منتشر باكثر من مكان فاكيد له دور جدا مهم. وشفنا المونكي بوم بس كان لونه عيونه صفراء، وكمان قبل لا يورجونا طاقيه المونكي بوم شالوا اللقطه، نحن نبي نشوف الطاقيه عشان نعرف هل مكتوب 935 ولا لا، لان المونكي بوم دائما مكتوب عليه 935، فشفنا المونكي بوم مرتين بس ولا مره جابوا الصوره على الطاقيه مشان نشوف هل مكتوب 935 او لا، وما اظن مكتوب، بس اظن مكتوب شيء ثاني بدهم يخفوه، ممكن مكتوب اوميجا او شعار الاوميجا اللي هي المنظمه الشريره الجديده. وشفنا احد الشخصيات في حواليه لون نفس اللون الازرق، فهذا يا اما نفس الزومبي بلاد الزومبي ما يشوفوه، يا اما شيء نفس نظام الافتر لايف بموب اوف ذا ديد، او شيء من العلكه او الالكسر بس ما شفناه هو عم يشربها، واللي هي العلكه اللي تخلي الزومبي ما يشوفوه مده 10 ثواني. واخيرا سلاح الماب يشبه بشكل جدا كبير الجت جن اللي شفناه بماب ترانزيت، بس شكله اقوى بكثير. ولو تشوف سلاح الماب كانه يطلق طياره صغيره او درون تقتل الزومبي، حاليا السلاح يطلق طلقه لونها ازرق تدوب الزومبي او تخفيهم او شيء من الكلام، بس كمان لاحظنا انه عم بيطلع مثل طياره صغيره، فما ادري هالطياره هل هي من سلاح الماب ولا سبيشالست او شيء ثاني. فيا شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم على هالكلام كله، وبس كلمكم شركيال بشكل كيش كم ديهات تاني ان شاء الله، مع السلامه.